حنا عندنا واحد المشكل في المستوصف المركزي ديال بيرقان، وهذا المشكل كيتجلى في البيرمانونس في التوقيت المستمر اللي ما يمكنش الناس مثلا دابا اللي جات مع ثلاثة ولا أربعة كيلقاو السبيطار مسدود اوتوماتيكمون، خص كاين امبيلونس اللي غتهزك لتحت النوت باش تقدموا لك الاستعجالات الأولية. وأنا كنستغرب كيفاش بحال هذا السبيطار هذا وما يكونش فيه دكتور. الناس كتعاني من هذا المشكل هذا ديال الدكتور. كان واحد الدكتور كيجي الاثنين والثلاث، وبعض المرات كيجي نهار الاثنين ونهار الخميس ولا الاربعاء والخميس. تنتفاجئوا في هذه الاونه الاخيره ما بقاش هذا السيد، ربما انتقل لشي مصحه اخرى ولا شي حاجه، حنا ما كنعرفوش، تتبقى الامور غامضه. وفايتنا تقدمنا بشكايه للسيد المندوب وتقدمنا بمراسلات، والمجلس القروي كذلك هو مثل تقدم مراسلات في هذا الشان هذا. حنا ما كنبخسوش العمل الطبي اللي كيقوموا به حاليا هذا الطاقم الطبي اللي كاين هنا، لان كيقوم بالدور ديالو، لان كاين الممرض وكاين الطبيب. فاش كتجي الممرض راه كيبقى في الاسعافات الاوليه، داك الشيء اللي مخول ليه القانوني ديالو، ما يمكنليهش يتحمل واحد المسؤوليه اللي ما ديالوش. حنا كنعذروهم ماشي كنتهموهم بانهم ما كيقوموش بالدور ديالهم. حنا الحمد لله هاد الناس كيقوموا بالدور ديالهم، الطاقم الطبي اللي كاين حاليا قايم بالواجب ديالو. حنا كنطلبوا من وزاره الصحه ومن المندوب انه يلتفتوا واحد الالتفاته ويعطيونا دكتور طبيب اللي يقعد يقدم الاسعافات الاوليه للناس ويعود يفيدهم بالمطالب ديالهم، وهذا حقهم طيب، لان حق من حقوق المواطن المغربي. هذا الشيء راه استنادا للخطاب ديال سيدنا التعليم الصحه، هذو من الاولويات ديال المواطنين. ما يمكنش انت واحد المستوصف مركزي تحتوي مثلا على واحد 1000 تقريبا 700 وحده سكنيه اللي تابعه لهذا المستوصف باش تولي تنقل لمريغه اللي بعيده على بعد 4 كيلومتر وفيها جوج دكاتره وهنا ما فيهش دكتور. تنتسائل بحال هاد الامور هذه، انا كنتسائل فيها مثلا يجيبوا واحد الدكتور من مريغه ويحطوا هنا ولا يديروا لهم المنوابه كي كان سابقا، وهذا الشيء ما فيه حتى شي مشكل، لان اش غادي نقول لك الصحه ديال الانسان والتعليم هما اللي عندهم الاولويات. ما يمكنش واحد يجي مثلا من دوار تيزكي ولا يجي من طرورد ولا من تيخفيست ولا عاد ضاع قربه ولا مرا غادي تولد ولا عنده وجع غادي يجي حتى لهنا وما يلقى السبيطار، وخصنا حنا نعيطوا على الامبيلونس. والحاله الماديه ديال الناس هنا راه مستعصيه، لا العالم القروي ماشي الناس راهي كتبروي باش يخلص هو الامبيلونس. النقل الصحي راه ماشي مجاني، لان الجامعه القرويه الميزانيه ديالها ما كتساعدش باش يخلصوا عندنا النقل الصحي. اذا النقل الصحي المواطن اللي كيخلصوا لتحت النوت، وتحت النوت راه ربما بعض المرات كتلقى الاكسيداد وانت مرغم باش يكتبوا لك ورقه تمشي لمحمد السادس في مراكش. اذا هادو مشاكل اللي كتيح فيهم المواطنين ديال ويرقان خاصه، انا كنهضر على المواطنين خاصه ديال جماعه ويرقان. الغياب ديال الدكتور يقدر نقول لك واحد 6 شهور ولا 8 شهور دابا، وكان واحد الدكتور ينوه به وانا اشكروه بعدا على التقديمات اللي كان قدم لنا والمساعدات، حيت فاش كان هنا خدام راه الحمد لله داك السيد كان قايم بالواجب، وكان ديك دو جور اوتوماتيكمون هذيك اليومين فاش كان تيجي راه كانوا الناس تيخفف عليهم المعاناه. اما دابا راه ما كاين كاع والو، باش نهضروا في الواقع، كاين طاقم طبي اللي كاين حاليا راه غيتمشي غيعطيك الدواء، عندك لي زونجين حلاقم الرواح كذا، راه داكشي كيعطيك الدواء ميديكامون اللي يكتب ليك دواء، ولكن بور الاسعافات الاوليه راه ما كايناش. ولا البيرمانونس يوقع لك شي حاجه بالليل، هنا الطاقم الطبي كله هو تيتكون من النساء، والمراه ما يمكنش تحل لك بالليل، سي ريسكي وهذا من حقها. لهذا كنطلبوا حنا دكتور، واذا حيت الا كان الدكتور غيكون ان بيرمانونسي رجل، حيت راجل فاش كيكون في البيرمانونس راه ممكن يدقوا عليه مرا، ممكن يدقوا عليه راجل. مرا فاش كتكون في البيرمانونس راه ما يمكنش تقد تخرج عندك، سيرتو في العالم القروي راه الناس كتخاف والله يكون في العوان. بالنسبه للادويه، الادويه راه كتقسم من وزاره الصحه، لا بارتي اللي كتجي لويرقان سي با سيفيزون، ولكن تيديبانيو بها الناس. الاغلبيه ديال الدويان راه كتشرى ما كتعطاش مجانيه حيت ما كايناش عندهم الاغلبيه. بيرمانونس ما كاينش، الناس كيبداو كيسدوا على ثلاثه ثلاثة النهار صافي مشاو. كاين العيالات اللي ساكنين في الجبل، كاين الناس، كاين الدري الصغار، شي واحد دابا مساتو شي عقربة ولا شي حاجة خص يجي هنا ولقاه مسدود، ما كاينش شي واحد يدير بيرمانونس، بداو يتشنجو، يخرج واحد يبقى واحد، ما عندناش حنا هادشي في البلاد. كاين بعض المرات كيجيو الناس من الجبل من أي بلاصة كيجيو فيها كيلقاو هنا ديما مسدود ثلاثة، صافي كلشي سد. اللي ضربوا شي عقرب خصو يقلب على الترونسبور يجري مسكين لمراكش، ولا يمشي داكشي اللي عنده يمشي لمراكش. فيما يخص الصحه حنا كنعانيو من طبيعه الحال، تنمشيو للمستوصف سيرتو بالليل ما تلقاوش المستعجلات. هادي تقريبا واحد 15 يوم كان الوالد ديالي مرض ليا مع ديك 9 ديال الليل، مشيت ما لقيت حتى واحد، مشيت حتى الاسني عاود خرجت واحد السيده
قالت لي ضروري خصك تمشي لتهنوت، اضطرينا ما نمشي لتهنوت عاد قدينا الغرض. المهم ديما كنعانيو مع هذا المشكل هذا، وكنطلبوا من الناس ديال بالنسبه للجماعه ويديروا شي حل ويهضروا علينا شويه، حيت هاد المسائل تضرونا بزاف. وبالنسبه في الصيف اش تيكون مثلا، تيكون في الصيف تيكون سخون الحال، تيكونوا العقارب والحناش وسميتو، شحال من واحد وقع عليه مشكل تقريبا هادي شي 10 سنين، واحد الدري ضرباتو حنش وما وصل مسكين مراكش حتى فات الفوت، والتوفى مسكين كان مجوج وعنده بنت. يعني هادشي كنعانيو منه بزاف، وكنتمناو يلقاو شي حل ويشفطوا لنا شي واحد يكون عندنا ديما هنا باش نلقاو يكون بيرمانونس. وبالنسبه للطبيب ما كاينش، يعني كاين غير الفرملي، الفرملي ما تيبغي يدير لك حتى شي حاجه، تيقول لك خصك تمشي للمستعجلات، ما تيقديش معاك الغرض. فهمتي هذا هو المشكل، نتمناو يكون عندنا الطبيب ويكون ديما كاين حاضر، كاين السكنه في المستوصف فيه السكنه، خصو يجي يسكن وقت ما جينا نقضيو الغرض، وموان بنادم يعطيك شي حاجه اللي هي في المستوى. بالنسبه للمستوصف ديال ويرغان كاين دوار طرورد تخفيس اغوني انراز ويرغان سنتر، دوار الدرب ويرغان، هادشي اللي بزاف ديال الناس، بزاف ديال الناس تقريبا الناس ما تكون شغادي نقول لك، عرفت بالضبط تقريبا شحال تكون، تقريبا شي 700 نسمة ولا 650 تقريبا. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.